أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد زعرب، واليوم جيتكم بفيديو جديد. اليوم مع بعض رح نشرح بعض الأسئلة الكتير كتير مهمة. أول سؤال معنا: في حال نقص زيت الفرامل كيف تتصرف؟ أسحب السيارة لأقرب ورشة، أقطر السيارة لأقرب ورشة، أقود بكل هدوء لأقرب ورشة؟ في فرق كبير بين أسحب السيارة وأقطر السيارة. أسحب السيارة يعني أننا أسحبها عن طريق الحبل، ولكن أقطر السيارة يعني أننا أحملها على سيارة تانية وأوديها للورشة. أقود بكل هدوء، طبعا ممنوع أسوق إذا نقص زيت الفرامل، ممنوع أسوق ولا متر واحد حتى، وبالتالي الجواب الصحيح أقطر السيارة لأقرب ورشة. في حال تنوي الانعطاف لليسار هنا، لمن يجب عليك ترك الأولوية قبل الانعطاف؟ لاحظوا انه في عندي اشارة مرور ضوئية خضراء، اشارة دائرية وليس سهم. وبما انه عندي اشارة دائرية، فانا ملزم ان اعطي الاولوية للسيارات اللي جاية من الامام وبدها تروح على يمينها او بدها تكمل للامام، وللمشاة كمان اللي بكونوا على اليسار. لان لما بتفتح عندي الاشارة الضوئية خضراء دائرية، اشارة المقابل بتكون كمان مثلي خضراء، واشارة المشاة اللي على اليسار كمان بتكون خضراء. فانا بقرب بكل هدوء، بعطي الأولوية للسيارات المقابلة اللي بتروح على اليمين اللي هو يمينها، واللي بدها تكمل للأمام، وللمشاة اللي على اليسار. يعني الجواب الصحيح هنا رقم 3. تنوي القيادة للأمام، كيف عليك القيادة لتجنب خروج أكبر قدر ممكن من الغازات؟ لاحظوا أنه في عندي إشارة مرور ضوئية حمراء، وفي عندي سيارة واقفة عند الإشارة كمان. طبعا الجواب الصحيح ان انا استعمل فرملة المحرك واتجنب التوقف. بحاول بقدر المستطاع ان انا ارفع رجلي عند وسط الوقود واترك السيارة تفرمل لحالها. بجوز انا لو اوصل الاشارة تكون فتحت الاشارة، وبالتالي انا بكمل طريقي وما بكون بحاجة ان انا اتوقف. الجواب الصحيح رقم 3. ما هو الخطر المخفي الذي يجب ان تكون مستعد له عندما ترغب بالانعطاف باتجاه السنتروم؟ طبعا السنتروم مكتوب هان في اللوحة البيضاء، طبعا هو على اليسار، وهم بيقول لك شو هو الخطر المخفي اللي لازم تكون مستعد له اذا انت بدك تروح على السنتروم. هلا في سيارة قدامي وفيها قدامي اشارة ضوئية حمراء، طبيعي جدا انا هان شو بدي اعمل؟ بدي اخفف سرعة السيارة، وبالتالي لازم انتبه على السيارات اللي بتكون خلفي. اصبح الخطر المخفي هان عربة قادمة من خلفي في نفس حقلي، العربات يعني اللي بتكون وراي، لانه انا لازم هان استعمل فرملة المحرك. لو ما استعملت فرملة المحرك بجوز اللي وراي يضرب فيا اذا كانت المسافة بينه وبينه قصيرة. السيارة التي امامك واقفة ولا ترى اي سائق بجانبها او فيها، هل يجوز لك تجاوز السيارة؟ انت وصلت لهذا المكان، لاحظوا انه في خطوط متواصلة، في سيارة واقفة على يمين الطريق، ما في أي سائق حواليها، لا جنبها واقف ولا سائق قاعد فيها. هل بهذه الحالة بجوز لك تتجاوز؟ نعم، بسرعة منخفضة وفي حال عدم إعاقتي لحركة المرور القادمة من الأمام، ولا نعم، ولكن بشرط ألا أقود فوق الخطوط المتواصلة، ولا كلا يجب علي التوقف والانتظار. أنا بهيك حالة مش مضطر أبدا إن أنا أتوقف وأنتظر، لأنه ما بعرف وين صاحبها أو شو اللي ساير بالسيارة، وبالتالي هان انا بكون مسموح لي ان انا اتجاوز السيارة حتى بالرغم من ان انا امشي على الخطوط المتواصلة، بس المهم ما اعيق حركة المرور المقابلة. اصبح الجواب الصحيح 1، نعم بسرعة منخفضة وفي حال عدم اعاقتي لحركة المرور القادمة من الامام. انت لا ترى اي قطار قادم، هل يجب عليك الوقوف قبل ان تتعدى سكة القطار في احد الحالات التالية؟ في الحالة لازم نوقف لانه في عندي شخص تصطب. في الحالة بي لاحظوا انه في عنا رؤية محجوبة، وفي عنا تقاطع سكة قطار مع اكثر من سكة، والاشارة مطفية، ما في ضوء بالاشارة، وبالتالي هان بقول له نعم في الحالتين لازم اتوقف، لانه هان عندي تقاطع سكة قطار مع اكثر من سكة والرؤية محجوبة، وهان عندي شخص تصطب، يعني في الحالتين. في أي الحالات التالية يجب عليك تطبيق قانون اليمين؟ الحالة الأولى تعالوا نشوف، في عندي اللي هو مثلث ترك الأولوية، أصبح لا يطبق قانون اليمين، وهنا عندي تقاطع خطير، أنا أقود في طريق رئيسي لا يطبق قانون اليمين، بل اللي جاي من اليمين واليسار لازم يعطيني الأولوية.
وهاني اللي جاي من اليمين كمان لازم يعطيني الأولوية لأنه أنا في شارع رئيسي. في الحالة دي تقاطع ثلاثي أو رباعي يطبق قانون اليمين. أصبح الجواب الصحيح رقم دي 4. في أي من هذه الحالات يكون الخطر أكبر لنوم السائق؟ في طريق ريفي الساعة 22 مساء 10 مساء، عند القيادة في حركة مرور مزدحمة الساعة 7 صباحا، في طريق أوتوستراد الساعة 4 صباحا، عند القيادة في المدينة الساعة 12 بالليل. أكثر أوقات بتكون معرض فيها السائق إنه هو ينام، دائما خذوها قاعدة ما بين الساعة 2 للساعة 5 صباحا. أصبح الجواب الصحيح رقم 3، في طريق أوتوستراد الساعة 4 صباحا. هاي أكثر حالات يكون خطر أكبر لنوم السائق. تقود في طريقك ووجدت خطوط بيضاء وخطوط صفراء، أي الخطوط تتبع؟ دائما احنا قلنا الخطوط اللي بتكون موجودة على الطريق هي لونها بيضاء، ولكن لما يكون في أعمال طرق بيروحوا بيحطوا لنا خطوط مؤقتة، خطوط صفراء مؤقتة نمشي عليها لبين ما يخلصوا أعمال الطرق. بعد ما يخلصوا أعمال الطرق بيروحوا بيرفعوا الخطوط الصفراء وبنرجع نمشي على الخطوط البيضاء. وبالتالي في أي طريق أنا بفوته بلاقي خطوط بيضاء وخطوط صفراء دائما بمشي على الخطوط الصفراء. ما المقصود من هذه الشواخص؟ بعد 4 متر سوف يضيق الطريق، 2 بعد قليل سيصبح الطريق عرض 4 متر، 3 بعد 4 متر سيصبح الطريق اتجاه واحد. هان معناته انه بعد شوي رح يقل عرض الطريق ليصير 4 متر، بعد شوي الطريق رح يقل ويصير 4 متر. ما هو الصحيح بخصوص الفرق بين الإطارات الصيفية والشتوية؟ يجب أن يكون ضغط الهواء في الإطارات الصيفية أعلى من الشتوية. خطأ. تقوم الإطارات الصيفية بدفع المياه جانبا على الطريق بشكل أفضل من الإطارات الشتوية. كمان خطأ. تصبح الإطارات الصيفية أقصى من الشتوية عندما يكون الجو بارد ويصبح احتكاكها أسوأ على الطريق. هذا الجواب الصحيح، لأن الإطارات الصيفية هي صنعت لتلائم جو الصيف، وبالتالي إذا احنا استخدمناها بالشتاء راح تنكمش مع البرودة وبالتالي راح يصير احتكاكها أسوأ بكتير على الطريق. هل يحق للسائق التوقف كما في الصورة لانتظار صديق؟ طبعا هان هو بغشنا بكلمة انتظار صديق، وبالتالي بنقول له كمان لا، لأنه ما ترك بينه وبين التقاطع 10 متر، لازم أقل مسافة يتركها لازم عند التقاطعات 10 متر قبل و10 متر بعد عند الوقوف والتوقف. تقود وتسحب خلفك مقطورة، أي من هذه الصور التالية توضح هذا الأمر؟ يعني قصده أي من الصور التالية بتوضح أنه في الصورة قاطرة ومقطورة. تعالوا نشوف، في الحالة A اللي هي مركبة بطيئة، في الحالة B عندي سليب شرة وحواليه عفوا خلفه طلع علي عندي مثلثين، وهي المثلثات توضع دائما على المقطورات. هذا يعني أنه هذا الجواب الصحيح، أنه هاي مقطورة في قاطرة قدامها بتسحبها، وهاي مركبة أشغال طرق، وهاي شاحنة ثقيلة. أصبح الجواب الصحيح اللي هو B. السيارة أصبحت سهلة التوجيه وتتجه يمينا ويسارا أكثر من المعتاد، ما هو السبب؟ هذا السؤال اللي نزلت لكم إياه عندي على مجموعة الفيسبوك. السيارة أصبحت سهلة التوجيه وتتجه يمينا ويسارا أكثر من المعتاد، قصده صارت السيارة ألين في إنها تروح على اليمين واليسار. شو هو السبب؟ 1 توجد مشكلة في الإطارات، طبعا خطأ. 2 يوجد مشكلة في المقود، كمان خطأ. 3 توجد حمولة ثقيلة في مؤخرة السيارة، هذا هو الجواب الصحيح، توجد حمولة ثقيلة في مؤخرة السيارة. لما بيكون في حمولة ثقيلة في صندوق السيارة في الخلف، السيارة من الخلف تنزل لتحت، وبالتالي طبيعي جدا انها ترتفع من الامام، وبالتالي اذا ارتفعت السيارة من الامام الاطارات الامامية ترتفع عن الارض، وبصير سهل انها تتوجه يمين، بصير ما في احتكاك للاطارات الامامية مع الارض، وبالتالي بتصير اسهل من العادي. أصبح الجواب الصحيح رقم 3. ما هو الخطر الأكبر الذي يتعرضون له الأشخاص التي يكون أعمارهم ما بين 65 إلى 70 سنة؟ طبعا الجواب الصحيح رقم 1، يغفلون أثناء القيادة. وبكم تنتبهوا لما بيجي هذا السؤال،
عندهم خطأ إملائي بيكون مكتوب يغلون أثناء القيادة، يغلون، لكن هي يغفلون أثناء القيادة، يعني بيناموا وهم عم يسوقوا. هذا هو الجواب الصحيح. ما هو المقصود من هذه الشاخصة على يمين الطريق؟ هاي الشاخصة لاحظوا انه يحضر امامك حيوانات، ولاحظوا انه هن في سياج طريق، لما بحطوا لنا هاي اللوحة تحت هاي الاشارة معناته بقول لك انتبه السياج راح ينتهي قريبا، يعني السياج هان راح ينتهي، وبالتالي الجواب رقم 3 قريبا سينتهي السياج هان، لازم ننتبه زيادة. الحافلة في الصورتين تغمز لليمين، لاحظوا منيح ودققوا في السؤال منيح عشان ما تخربطوا، لأنه اللي حافظ السؤال هذا حافظ بصم راح يجاوب خطأ. الحافلة في الصورتين تغمز لليمين، في أي الحالات التالية تكون ملزم بالوقوف وترك المجال للحافلة؟ احنا بنعرف انه احنا بنترك الأولوية للحافلة مش دائما، بس لما تكون هي بتعطي إشارة لليسار، وفي السرعات لما بتكون السرعات 70 وفوق، لكن هام بقول للحافلة في الصورتين تغمز لليمين، وبالتالي طول ما الحافلة تغمز لليمين أنا ما بهمني السرعة اللي أنا ماشي فيها، وبالتالي أنا ما بوقف، لأنه هي تغمز لليمين هذا يعني أنه هي واقفة وعم تنزل ركاب. أصبح في أي الحالات التالية تكون ملزم بالوقوف وترك المجال للحافلة؟ بقول له ولا في حالة، ولا في حالة أنا ملزم أوقف أترك الأولوية للحافلة، لأنه في الحالتين هي متغمز لي اليمين. بتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، وكالعادة لا تنسوني من دعواتكم، وموفقين جميعا.